بعد ما استمرت الجلسة على إثر قيام المتهم توفيق بوعشرين المتهم تجارة البشر بالاعتداء على زميلنا، اعتبرنا نحن هذا اعتداء إيذاء عمدي ضرب وجرح، بالإضافة إلى أنه إهانة للمحامي. التمسنا من المحكمة تطبيق الفصلين 360 و 361 من قانون المسطرة الجنائية. المحكمة أمرت كاتب الضبط بتلاوة ما ورد نصا في محضر الجلسة. كاتب الضبط تلا ما يلي: أنه حينما كان يرافع الأستاذ المسكيني حول أن المتهم يقوم بتصرفات شادة، استحي أن أذكرها أمامكم احتراما لكم والجمهور والرأي العام، تارت طائرة المتهم بوعشرين فدفع، فقام بدفع الأستاذ زهراش، فما كان من الأستاذ زهراش إلا أن قال دفعوا، قال له ما تلمسنيش وما تدفعنيش. فهذا هو النص ما وقع من وقائع. احنا التمسنا اعتبارها جريمة من جرائم الجلسة، تشكل جنحة الضرب، جنحة الإيذاء زائد الإهانة. النيابة العامة التمست من المحكمة تطبيق القانون، المحكمة تداولت في الأمر وقررت بإحالة المتهم والمستندات ومحضر الجلسة على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في حقه، على اعتبار أن الأمر يشكل جنحة. والسيد رئيس الجلسة قال بالحرف أنه عاين اعتداء بوعشرين على أستاذ زهراش، قال له هذه لا يمكن أن عايناها بالعين المجردة، وحتى الدفاع ديالو أكد عملية الاعتداء وكيقول أن الأستاذ زهراش بادلو، أستاذ زهراش غير قال له دافع نفسه، قال له ما تدفعنيش. دابا المحكمة اعتبرتها جريمة من جرائم جلسات وأحلتها على النيابة العامة، والمتهم راه معتقل، ستقرر فيه النيابة العامة المتابعة من عدمه على ضوء هذه الوقائع هذه. أضيفت جريمة أخرى اللي هي جريمة من جرائم جلسات، المتهم يعتبر نفسه شخصي، هذا ديالي، هذا موقف ديالي، المتهم يعتبر نفسه فوق القانون، متهم سوبرمان، يعني يمكن الضاف لغة، يمكن متابعته بالعنف زائد إهانة محامي، 400 من القانون الجنائي زائد 267 إهانة محامي. والمحكمة اعتبرت بالحرف، قال رئيس الجلسة إهانة المحامي هو إهانة للقضاء، هذا موقف قال القاضي، قال إهانة المحامي هو إهانة للقضاء. والنيابة العامة أكدت هذه العبارة، قال لن نسمح بإهانة واعتداء على محامي، كما لن نسمح بالاعتداء على أي مواطن بالجلسة ماشي غير المحامي، وبالتالي سيتخذ اللازم. احنا آسفين جدا، المتهم اللي كيضرب محامي في الجلسة وكينتهك كرامته، كرامة البدلة، كرامة المهنة، وحنا كنتكلموا على حماية الضحايا، صبحنا قدام نهضروا على حماية المحامي، وهذا المتهم اللي كيضرب المحامي يتأكد بأن ما قام به فعلا، هذا السيد كيعتبر عنده سلطة ونفوذ يمكن أن يفعل أي جرائم، كيتأكد أن الجرائم ثابتة، وهذا السيد خصو يلقى الجزاء ديالو. ومستقبلا أنا شخصيا غنطرف في الجزاء لأنه ما يحضرش أمامنا، خصو يدخل القاعة، القاعة ذاك سكيت تسمى ذاك العازل، لأن هذا يخشى عليه مرة أخرى أن يضرب زميل، وخاصة كنرفع في الوقائع، ما تمش، ما تهم، ما تهان، ما تمسات كرامته، ما وقع استفزازه. والسيد الرئيس قال له تحت أي ظرف ما خصكش تضرب محامي، تحت أي ظرف. أستاذ زهراش راه انزعج، مشى دار الكلمة ديالو، قال السيد الرئيس أريد تطبيق قانون حماية كرامتي وحماية كرامة مهنتي.